الله الرحمن الرحيم، من أكثر الأسئلة اللي نسألها في مواقع التواصل الاجتماعي عموما، شو يصير إذا أخذت فوق احتياجي من البروتين أو أقل من احتياجي من البروتين؟ ونفس الكلام ينطبق على الكربوهيدرات، شو يصير إذا أخذت فوق عن حاجتي من الكربوهيدرات أو أقل من حاجتي من الكربوهيدرات؟ والكلام ينطبق على الدهون والعناصر الغذائية الأخرى. فبهذه السنابات الهدف منها شرح العناصر الغذائية كلها مع شنو يصير إذا أخذت فوق احتياجك منها وأقل من احتياج. أول شيء راح أبدأ فيه الكربوهيدرات. شنو هي الكربوهيدرات من الناحية العلمية؟ كربوهيدرات من اسمها كربون، اتحاد كربون مع ماء، ومن أمثلة. والكربوهيدرات الأمثلة عليها كثيرة وأغلبكم عارفينها، بس اللي ما يعرفها هو عبارة عن مثلا العيش، عبارة عن الباستا، عبارة عن الخبز، عبارة عن. ومعلومة قلتها من قبل إن لما أتكلم عن الكربوهيدرات، مثال لما أقول لكم الخبز أو التوست مثلا، التوست كربوهيدرات، مو معناته كلها كربوهيدرات، بس العنصر الغالب كربوهيدرات، ولكن فيها نسبة ضئيلة جدا من البروتين وفيها نسبة ضئيلة من الدهون، بس العنصر الغالب الكربوهيدرات. على كل اختلاف أنواعها شغلها بالجسم واحد، المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، هذا شغلها. الكربوهيدرات لما تأكلها وتدخل جسمك فإنها تتحول إلى سكر، السكر هذا اسمه جلوكوز، هو الغذاء الرئيسي لجميع خلايا الجسم، الجهاز العصبي، المخ، من أهم الخلايا اللي تاخذ الجلوكوز وتستعملها كمصدر أساسي للطاقة. لما حضرتك تاكل كربوهيدرات، إما على طول جسمك راح يستعملها كمصدر للطاقة على هيئة جلوكوز مثل ما اتفقنا، أو في شيء ثاني.